مرحبا، أنا خالد عثمان، مخرج فيلم نوم عميق وخريج المعهد العالي للسينما مصر 2016. فيلم نوم عميق هو تجربتي الأولى بسوريا مع المؤسسة العامة للسينما. هو عبارة عن حدوتة إنسانية سورية بسيطة منشوف من خلال هاي الحكاية تبعات الأزمة السورية على شريحة هامة جدا بالمجتمع السوري. فيلم نوم عميق يحمل أكثر من مستوى للقراءة ويثير عدة تساؤلات متعلقة بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا كسوريين. بشكر كل حدا شارك بصناعة هذا الفيلم، بداية من الأساتذة الكبار محافظ الألقاب عباس النوري، وفاء مصلي، فايز قزق، جمال علي، رفقاتي همام رضا، نايا أندلوس، مهند البزاعي، وأكيد صديقي وشريكي بلال حيدر بوزو. وحابب أشكر أيضا فريق العمل، البداية بالمدير الإضاءة والتصوير صديقي الكوتش يزن هشام شربجي، مدير الإنتاج خالد الأحمد، مهندس الديكور التخوري، المخرج المنفذ سامح حضاقي. بتمنى يعجبكم فيلم نوم عميق، هي تجربة جميلة جدا، وإن شاء الله التجارب القادمة رح تكون أجمل.